السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن microcrystallization of alkaloids. بالنسبة للسكشن microcrystallization ده هناخده على اسبوعين. النهاردة ان شاء الله هناخد الجزء الاول من السكشن. بداية يعني ايه microcrystallization؟ microcrystallization يعني the formation of solid crystals from a homogeneous solution. يعني باختصار بيكون عندي الالكالويد في صورة دايت في صورة في سوليوشن، بدوبه في سولفنت معين فبيبقى في صورة سوليوشن، فأنا ببقى عايزة أحوله أو أخليه في صورة سوليد كريستالز أو كريستالز بيبقى ليها شيب معين، وبحتاج إن أنا بعمل اكزامينيشن ليها تحت الميكروسكوب وأشوف شكل الكريستالز دي شكله إيه بالظبط. طيب بعمل كده إزاي يا جماعة؟ بستخدم ريجنت معين. كل الكالويد من الاكزامبلز اللي انا هتعدي عليا واللي انا هاخدها في العملي بستخدم لها ريجنت معين، فنتيجه لكده الريجنت ده مع الالكالويد اللي موجود في صوره سوليوشن ده يديني كريستالز معينه، وكل كريستالز او كل الكالويد بيبقى ليها شيب مختلف عن التاني. طيب عشان يحصل كريستالايزيشن ده وعشان احول الالكالويد اللي دايب في صوره سوليوشن ده لكريستالز، ايه الشرط اللي بيبقى موجود او ايه الريكويرمنتس المفروض تبقى موجوده؟ المفروض ان السوليوشن عندي يبقى سوبر ساتوريتد. اكيد كلنا عارفين يعني ايه كلمه سوبر ساتوريتد، وعدى علينا المصطلح ده قبل كده. كلمه سوبر ساتوريتد يعني الليكويد او السولفنت اللي انا مدوب فيه الالكالويد ده تكون فيه كميه سوليد او سوليوت كتيره جدا، فدي معنى كلمه سوبر ساتوريتد، يعني السولفنت contain more dissolved solute. عشان يحصل الكريستاليزيشن عندي تو مين ستيبس، التو ستيبس دول عبارة عن نيوكليشن اند كريستال كروس. طيب احنا هنعمل ايه بقى في المعمل يا جماعة، او ايه اللي احنا هنعمله، او الجزء العملي بيشمل ايه بالظبط؟ اللي بيحصل ان انا بجيب سلايد وباخد فيو دروبس من الالكالويدال سوليوشن. هيكون عندك بره على السيتس او على البنش عندي الكالويد موجودين في بوتلز صغيرة دايبين في صورة سوليوشن، فبجيب سلايد بحط فيو دروبس من الالكالويدال سوليوشن وعليها فيو دروبس من الريجنت، وهنعرف بقى الريجنت اللي انا بستخدمه في كل الكالويد من اللي انا هشتغله. بعمل ميكس للاتنين كويس. بعد كده يعني بعمل اكزامينيشن اندر مايكروسكوب، بياخد وقت معين say minutes، يعني بتبقى very few time within minutes، كل الكالويد منهم بياخد وقت معين، وهنشوف الكلام ده اول ما ندخل في الاكزامبلز. خلاص هتبدا الكريستالز تتكون، بعد كده هعمل اكزامين اندر مايكروسكوب وافحص واتفرج على شكل الكريستالز. اول مثال هتكلم عنه في الالكالويد الكافيين. بالنسبه للاوريجين it is an alkaloid obtained from the seeds of Caffi arabica family rubies. الريجنت اللي انا بستخدمه هنا الميركل كلورايد. التايم بتظهر ات وانس، الكافيين بيظهر بسرعه جدا ما بحتاجش ان انا استنى اي وقت. الكالر بتبقى ترانسبيرنت او بتبقى شفافه، وبتبقى لونج جلوسي رادييتنج نيدلز بالمنظر ده. تاني مثال عندي البروسين. بالنسبه للاوريجن ات از ان الكالويد obtained from the seeds of Strychnos vomica family Loganis. الريجنت اللي انا بستخدمه برضه ميركل كلورايد. التايم 1 مينيت. الكالر بيج براون. الشيب سودو سكرو كريستالز. سودو سكرو كريستالز ده شكل الكريستالز للالكالويد بروسين. هنيجي الرقم 3 الإفيدرين. It is an alkaloid obtained from the aerial parts of Ephedra scenica الفاميلي جينتيسي. الريجنت هنا كراودز ريجنت. التايم من 2 to 3 minutes. الكالر اورنج. الشيب بروت رادييتنج نيدلز. شيب بروت رادييتنج نيدلز. ده شكل الكريستالز البرود رادييتنج نيدلز في حالة الإفيدرين. رابع مثال عندي وآخر مثال السايبرومين. It is an alkaloid obtained from the seeds of Cyproma cacao
الفاميلي سيركيوليسي. الريجنتس اللي انا بستخدمه هنا كراودز ريجنت، التايم 2 تو 3 مينتس، الكالر براون، الشيب شورت روديتنج ريجنتس بالمنظر ده شبه السان لايت او شبه الشمس كده. ده شكل السايوكرومي. خلاص كل اللي احنا هنعمله في المعمل هندخل نشتغل الاربع الكالويدز دول بالطريقه اللي انا شرحتها، ان انا بحط جزء من بجيب سلايد بحط فيو دروبس من الالكالويدز وعليهم فيو دروبس من الريجنتس اللي انا هستخدمه، وبستنى وقت مش بحط كفر ولا اي حاجه، وبعد كده بعمل اكزامينيشن واشوف شكل الكريستالز. بص وكده خلصنا السكشن واشوفكم على خير ان شاء الله في المعمل.